مرحبا مشاهدينا الكرام. لطالما كانت المعلومة الصحيحة والصحيحة فقط منقذة للناس في أحلك الظروف، وبالمقابل أيضا فالمعلومة الخاطئة كارثة، فهي إذا مرت على الناس فإنها لا تتركهم دون أذى. في ظل هذه الظروف الصعبة سنكون معكم وبرفقة طبيب متخصص كل جمعة على الهواء مباشرة، نتلقى أسئلتكم ونزودكم بالاستشارات الطبية الممكنة التي قد تسهل عليكم معرفة التصرف الصحيح حيال ما قد تواجهونه من أمراض وظروف صحية. الحمى هي أبرز ملامح مقاومة الجسم لأي عدوى فيروسية أو جرثومية. تعد الحمى مؤشراً مهماً، فالحمى هي تعبير من الجسم عن وجود مشكلة أو خلل، فهي العرض وليست المرض. بمعنى أن الحمى ليست هي المشكلة بحد ذاتها، هي دعوة من الجسم يقول إنه بحاجة إلى المساعدة العاجلة. الحمى ببساطة هي ارتفاع حرارة الجسم أعلى من المعدل الطبيعي، والمعدل الطبيعي هو 37 درجة مئوية. إلا أنه من الناحية العملية لا يعتبر الشخص يعاني من حمى كبيرة حتى تكون درجة الحرارة أعلى من 38 درجة مئوية. يمكن القول أن الحمى هي أسهل طريقة للتعرف على المرض. ترى ما هي المساعدة المطلوبة؟ وهل كل الحميات تتطلب نفس الإجراءات للعلاج أو الوقاية منها؟ ما الذي يميز كل حمى عن الأخرى؟ هل لكل نوع علامات تميزه؟ ومن خلال هذه العلامات نعرف الدواء المطلوب والتدخل العلاجي الممكن؟ وفي كل الأحوال يجب التذكير دائماً بأن الوقاية مهما كانت مزعجة ومهما كانت مكلفة فهي أفضل من كل الاحتمالات، فالوقاية خير من العلاج. أرحب بضيفي الدكتور محمد، الدكتور عبد اللطيف الواقدي، وهو أستاذ الوبائيات من بولندا، وسيكون أيضا معنا أسئلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، نستقبل أيضا اتصالاتكم. أرحب مرة أخرى بالدكتور عبد اللطيف، أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بكم دكتور. طبعا موضوع الحميات موضوع كبير وشائك، ولذلك احنا مخصصين اول ثلاث حلقات عن موضوع الحميات، ولان اليمن فيها حميات متعدده، ليست هي كورونا فقط، حمى كورونا فقط هي التي يعاني منها اليمنيين. خلينا نتكلم عن نقطه كثير متقدمه، هل تشخيص الحمى ضروري يكون عن طريق مقياس الحراره؟ لان هناك مفهوم الحمى الداخليه في اليمن، ان هو مجرد انه يتحسس جبهه المريض يقول لا انت عندك حمى داخليه، وهذا الامر الشائك. عشان احنا نشخص موضوع الحمى، هل اولا قياس درجه الحراره مهم لمعرفه نوعيه المرض؟ طبعا زي ما ذكرت في المقدمه انه اكثر الاعراض شيوعا عند الانسان هي الحراره لكثير من الأمراض، وبالتالي قياس الحرارة مسألة مهمة. طبعا إلى جانب يعني في ناحية شعورية، الإنسان ممكن يشعر بأنه ارتفعت حرارته أو نعرف باللمس، وهذا يكون في درجات الحرارة الأعلى. ما يسمى بالحمى الداخلية هي تعبير عن أن مستوى الحمى ليس الى المستوى القوي او الكبير، او يسمى يعني ما هو تحت مرحله الارتفاع، عالي لكنه تحت مرحله الارتفاع، وهذا يظهر في بعض الامراض يعني العدوى التي تكون ممتده لفتره طويله، مثلا في حالات في حمى التيفوئيد، اذا في اوائلها بتكون الحمى واضحه وكبيرة، بعدها تتحول مع الـ يعني حمل المريض للعدوى لفترة طويلة ممكن تتحول إلى درجات منخفضة من الارتفاع، وبالتالي بيحاول البعض التعبير عنها باسم الحمى الداخلية.
نعم دكتور. طيب الآن أي حمى موجودة على طول الناس بتروح إلى موضوع كورونا، بمعنى أنه كورونا شيء مخيف، بينما حمى الضنك، المكرفس، بقية الحميات الموجودة في اليمن ليست أقل خطورة. هل ترى أنه هذا يعني غير صحيح، أو أنه يجب أن نأخذ هذه الأمراض كلها، الوبائيات هذه كلها، على محمل الجد نفس الدرجة، يعني نفس خطورة كورونا، أم أن الكورونا لأنها تحظى مثلا بزخم إعلامي كبير؟ هو في الحقيقة الحمى لوحدها هي طبعا الآن مقلقة فعلا، لكن في شيء نسميه في الوبائيات التعريف القياسي للمرض. يعني عادة ينظر إلى أكثر الأعراض شيوعا عند الناس لهذا المرض ويجعلوا منه تعريف قياسي، وهذه أصحاب الوبائيات والترصد الوبائي يعرفوها جيدا، ودائما ما ينشر هذا التعريف القياسي للناس. مثلا أن نقول أن الحمى لوحدها، لا، ما نستطيع 100% نقول مثلا كورونا، لكن في مناطق معينة ممكن هذا الحمى تكون ضنك. يعني مثلا لو جاء لي منطقة فقط عنده هذه الحمى وشديدة، ممكن أقول أنه ضنك. لكن لتعريف الكورونا بالتعريف القياسي يقال أنه الحمى مع صداع مع سعال، وقد يصاحبه أو لا يصاحبه ضيق نفس أو عرض آخر مثل فقدان الشهية، فقدان التذوق. يعني هذه المنظومة ربما ليس من الضروري أن تكون كلها موجودة، لكن من الصعب أن نأخذ عرض واحد فقط ونحكم به، وإن كان طبعا في حالات تمر بهذا الشكل. طيب بس يا دكتور، لكن في حاليا دكتور عفوا، بس لانه الان في عرضين دائما يتبادلوها الناس، انه اذا انت فقدت حاسه الشم والطعم فانه هذه علامه اكيده لكورونا، تتفق مع هذا الراي دكتور؟ طيب احنا في البدايه يعني اوضح نقطه، انه فيه نظره عامه للاعراض وفيه نظره مخصصه. النظره العامه انه انا مثلا بمجرد هذه الاعراض اقول انها المرض هذا، لا، لكن فيه اوقات محدده ممكن ان اخذ نظريه التعميم، وهي الاوقات مثل الان التي نمر فيها وفيها جائحه وباء الكوفيد. فالآن في هذا الوقت أي حالة تبدأ بهذه الأعراض هي تعتبر حالة كورونا، لكن ليس في كل الأوقات هذه القاعدة تسري. صحيح وضحت دكتور. الصورة هنا؟ أيوة نعم، واضحة واضحة. وضع الوباء غير وضع خارج الوباء. في وضع صحيح. الوباء بنأخذ أكثر الأعراض شيوعا وانتشارا وظهورا. بمعنى إنه إذا فهمتك صح دكتور، إنه الآن الحمى إلى جانب بعض الأعراض، إحنا يعني في حالة الـ ما يسمى البانديميك أو الجائحة، إنه احنا نشك في طبيعي ان احنا نشك في كورونا، يعني ما فيهاش مشكله بان احنا يكون اي مريض باعراض الذي انت ذكرتها انه يكون مشتبه بكورونا. نعم، احنا نعتمد لهذا لسبب، اذا كان الانتشار كبير ما بنلحقش نفحص كل الناس، رغم انه حتى الفحوصات شحيحه يعني. فبالتالي بنلجأ لقضيه اسمها التعاريف القياسيه حتى نتجنب المضاعفات من الاوبئه. أنا بس في هذه النقطة أحب أن أقول لك سؤال من الأخ فؤاد القباطي، بيتكلم يبدو أنه يعيش في الريف، يقول أنه في مناطق ريفية كيف نعالج كورونا لأنه ما فيش مستشفيات. يعني أنا عارف أنه سؤال صعب، بس كيف ممكن إحنا ننصحه يعني؟ هي أنا أقول لك أول شيء، إحنا ما يعني المفروض إحنا ما نكلك من المرض، لأنه 80% وأكثر في بعض البلدان لا يحتاج إلى دواء، يحتاج فقط يأخذ خافض حرارة مثل الباراسيتامول مع كمادات مع الراحة، يعني تغذية جيدة وشرب السوائل. هذه يعني النسبة الأعظم، حتى ما تحتاج أنه يكتب لها الناس مضاد حيوي. يعني تمام حلو. الآن في هذه النقطة يا دكتور في سؤالين، يعني عشان بس نجاوب على الأخ فؤاد، انه في شيء شائع في اليمن، وانا بحب هنا انقل الاسئله شائعه في اليمن حتى تعم الفائده، انه الكمادات انه هذه للاطفال، يعني انه
عاده بيجيبوا البارامول وخلاص، لكن انه موضوع الكمادات انه حاسبين انه بس الاطفال، كيف ممكن ترد يا دكتور؟ لا لا مش صحيح، الكمادات للجميع يعني لكل الأعمار. يعني صحيح أنا شخصيا لا زلت إذا شعرت بالحرارة أستخدم الكمادات قبل ما أستخدم الباراسيتامول. جميل. إذا إحنا لازم نعرف إنه البنادول مع الكمادات مفعولها جيد يعني، لكن البنادول لوحده نعم قد يكون مفعول مش جيد، صح؟ نعم مع درجات الارتفاع الشديد ممكن يحتاج إنه يعني يستخدم الكمادات معه، وفي بعض الأحيان أنه بدل ما يأخذ حبة 500 ملي جرام يأخذ حبتين اللي تكون 1000 ملي جرام. بحيث انها تكون كل 6 ساعات، صح يا دكتور؟ ممكن يستخدمها كل 6 ساعات. نعم، يعني اذا اخذها 6 الصباح ياخذها 12، إذا 6 12 كل 6 ساعات. نعم. نعم دكتور. الشيء الثاني انه متى، اذا مثلا فؤاد بيتكلم عن انه ما عندناش مستشفيات، متى نقول له ايش المرحله اللي لازم يروح فيها مستشفى؟ غير ذلك ممكن انه يجلس في البيت يعني. هو غالبا كان كقاعدة اللي يبدأ عنده ضيق نفس، كتمة، تسارع في عدد مرات التنفس، بتكون خلال أربعة لخمسة أيام الأعراض اللي هي السابقة اللي تحدثنا عنها تشتد، يعني ما تبدأش تخف بعد اليوم الرابع الخامس، أيوة. وتكون شديدة كثير. هذا دائما يوصى أن يذهب إلى المستشفى. في الحالات الأخرى اللي هي مثلا زي وضعنا عندنا في اليمن، التباعد في الريف، هناك بعض الأشياء الأولية إذا كان ضيق النفس خفيف أو الكتمة خفيفة، في بعض الإجراءات اللي ممكن يعملها. أولا وضعية النوم على البطن لمدة حوالي ساعتين، بعدين يرجع إلى الجنب، هذا يحسن في كمية دخول الأكسجين إلى الرئة، فهذا ينصح به حتى عند الناس اللي تستخدم أكسجين، يعني اللي يحتاج يستخدم معاه دبة أكسجين بيستخدمها، ينصح بهذه الوضعية، وضعية الاستلقاء على البطن، وكلما جميل أكثر منها كلما كان أفضل. جميل. إذا إحنا بننصح في حالات الضيق نفس البسيط الاستلقاء على البطن. أيوة نعم، هذه واحدة. الثانية نعم أنه لابد أنه يعني يستشير، يتصل، يذهب يعني لطبيب حتى يقيم إذا كان بادي أعراض التهاب رئوي بكتيري أو حتى في الحلق أو في الجيوب الأنفية أو غيرها، أن يعطى مضادات حيوية مناسبة لهذه الحالة. يعني بس يا دكتور، في بعض الحالات ما يكتفي انا فقط، عرفتها، عفوا دكتور، في الضيق النفس بياخذ اكسجين في البيت، هذا الموضوع خطير، هل لازم يكون في اشراف طبي عليه ولا ممنوع يستخدم مثلا الاكسجين في البيت، او انه تشوف انه عادي واحد عنده اعراض كورونا وعنده ضيق نفس ممكن يستخدم اكسجين في البيت؟ لا هو احنا لما تكلمت عن وضعيات البطن، اخذ الاكسجين في البيت فيه له بعض الضوابط، وهذه الضوابط نتيجه الوضع اللي احنا فيه، يعني ولو الوضع صحيح. المثالي والوضع الافضل ان يكون في المستشفى او في قسم ركود او ما اليه، لكن كلنا يعرف الوضع اللي تمر فيه البلد والوضع الصحي المتهالك اصلا نتيجه تدمير كثير من المرافق الصحية وترك الكادر الصحي لمواقعه. صحيح. المهم أنه المريض الذي لا يستطيع الدخول للمستشفى والذي حالته تسمح، يعني مثل حالته بسيطة، ممكن أن يستخدم الأكسجين، لكن تحتاج إشراف طبي، يعني يكون فيه ملاحظة لكمية الأكسجين عنده في الدم، فيه ممكن يشتروا هذا الجهاز الصغير اللي يركب على الإصبع أيها. ويقيس نسبة التشبع بالأكسجين بس حتى يا دكتور، إنه ما ما فيش حد ممكن يستخدمه. يروح يعني اعذرني دكتور، ما يعني اللي هو بيعمل هذا الإجراءات في البيت، هو لأنه ما مش قادر يروح لمستشفى ولا إنه يجيب حد مشرف طبي عليه، فبالتالي إنه إذا مثلا تكلم إنه أنت يعني ستصحح لي هذه المعلومة، إنه إذا أخذ أكسجين أيضا يجب فيها في جهاز آخر لقياس نسبة الغازات في الدم. الجهاز هذا موجود في اليمن، يعني الجهاز هذا موجود في اليمن في الصيدليات يباع. احنا ما نحب نكون احنا دعوة تجارية، لكن احنا نتكلم عن واقع، يعني صحيح صحيح. اي جهاز لقياس التشبع الاكسجين الركب في الاصبع هذا يساعد الشخص، لانه اذا زادت الاكسجين ممكن يؤدي الى زيادة الهواء في الرئتين وانفجارات وهواء في الصدر، وهذا يعني يؤدي للوفاة، صحيح. فلازم يكون الموضوع مضبوط عنده، يعني يا اما بتواصل بشخص، يعني احنا ما نتكلم عن ضرورة
الذهاب إذا ما يستطيع، لكن فيه أرقام كثيرة، يمكن رسلنا لكم مرة مجموعة دليلي، في مجموعات أخرى فيها أطباء ومختصين، ومن ضمنهم مختصين في العلاج بالأكسجين والعناية والإنعاش القلبي الرئوي، احنا هؤلاء حنكون ممكن أن بنشر هذه يفيدوا الارقام يا دكتور، وهذه مبادره من الاطباء اليمين في المهجر لمساعده الناس، بحيث انه الناس اللي حابه تستفسر اكثر عن تفاصيل اكثر انه ممكن ترسل لارقام الاطباء اللي احنا حنكتبهم في خلال الحلقات القادمه ان شاء الله. والدكتور عبد اللطيف ايضا إن من شاء الله. ضمن الاطباء اللي تبرعوا بانهم يجيبوا على اسئله الناس داخل اليمن عن اي اسئله. طيب دكتور، انا كنت شيء اتكلم ايضا انه من الإجراءات اللي إحنا نعملها داخل البيت، يعني هل هناك مثلاً إنه رقم معين في مقياس دبة الأكسجين مثلاً إنه لازم إنهم ما يوصلش أكثر، لأنه الناس في ناس عندهم الآن في البيوت أكسجين، فإحنا نحتاج إنه ندي لهم ولو نصيحة واحدة ثنتين إنه كيف يتعاملون مع الأكسجين في البيت. المقياس، لا هو لازم يقيس التشبع الأكسجين في الدم عنده أيوه تم. يعني، أما هذه إذا قاسه نعم يستطيع يضبط المؤشر حق كم يتدفق من الأكسجين إلى رئته على حسب هذه المقاييس، مش بالعكس. إذا المفروض هو إنه يقيسوا في الجهاز نسبة الغازات في الدم وبعدين يعرفوا كم مقياس الأكسجين. يعرف التشبع كم في الدم، لا إيش، لأنه فيها أصلاً طريقتين، فيها طريقة بتحسب الكمية، وهذه الطريقة هي اللي تحتوي على خطورة يعني وجود الهواء في الصدر وزيادته، وإحنا ننصح يعني بالنوعية بقياس هذا التشبع، لأنه هذا أضبط من المضاعفات، بالأخص من زيادة نسبة الأكسجين. طيب دكتور، تفضل بالبقاء معنا، نستقبل هذا الاتصال. ألو، من معي عفوا؟ ألو ألو ألو، أيوة معاكي، من معي؟ سعاد أحمد سعاد، من أي منطقة؟ من صنعاء. طيب تفضلي بالسؤال، دكتور يسمعك. بسمعي سؤال للدكتور، تفضلي. يعني هل في الضرورة من أعراض كورونا أن يكون في حمى موجودة؟ لأن في عرف ناس يعني مرضوا بالكورونا وانعدل البيت كامل، بس مش بالضرورة أن الكل كانت عندهم حمى مرتفعة. الكل يعني في ناس كان عندهم حمى وناس لا، من نفس البيت يعني. من نفس البيت يعني في مجموعة كان فيهم حمى ومجموعة ما فيهمش. أيوة. طيب نشوف الدكتور. دكتور والآن هي نعم. بنتي عندها نفس الأعراض أها. بس ما فيش عندها حمى، ما قدرت أعرف، بالنسبة لنا عندنا ما فيش فحوصات، ما قدرت أعرف هل اللي عندها يعني كورونا أو لا، أو بس مجرد تحسس جو. تفضل ممكن، دكتور. ما هي الأعراض اللي عند البنت؟ الأعراض اللي عند البنت ممكن تذكرها؟ سمعت يا سعاد؟ أيوة. الدكتور بيسأل ممكن تذكري ما هي الأعراض اللي عند بنتك؟ ألم في الحلق وصداع شديد وإرهاق شديد، وبعدين بدأت بكتمة نفس. ها طيب. الكتمة رحت عملت لها في الأكسيميتر، شفتها تمام 99. ها اوكي. طيب سمعتي دكتور؟ نعم ممتاز. طبعا الحمى هي في الكورونا او في مرض كوفيد هي الاكثر وجودا في كثير من الدول، يعني تتراوح ما بين الثمانينات الى التسعينات، لكن ليس بالشرط ان تكون عند كل المرضى، يعني في حالات تمر بدون ان تظهر، لكن تظهر الاعراض الاخرى زي ما ذكرت أخت سعاد. الاخت عند زي الأعراض اللي عند البنت، هذه أعراض في حالة وجود الوباء وفي حالة انتشاره في محيطنا تجعل الكوفيد هو الأكثر احتمالا أن يكون موجود. بالنسبة طبعا الشيء الطيب نوع عند الأطفال المضاعفات وهذا هي أندر، لكنها طبعا تحتاج الاهتمام حتى لا تتطور، يعني صح نقول نادرة، لكن الندرة ليس معناه بمعنى الانعدام، او القليله ليس بمعنى الانعدام، وبالتالي احنا نحرص على كل شخص عندنا بتغذيته يعني
إذا ظهرت الحمى نخفضها، إذا يعني نعوضها السوائل. بالنسبة للحلق والجفاف، شرب السوائل والمضمضة والغرغرة شيء طيب على أساس تخف إذا كانت في كمية طب دكتور، من بس في هذه الفيروس في النقطة الحلق، يعني لكن ولو قاطعت هذه لا تقتل، لا الغرغرة، تقتل يعني لكن لا هل تضر. مم يعني الغرغرة يعني هل ممكن أن صنعها في البيت، يعني الماء الدافي مع الملح، أشياء أخرى يعني بدل أنه نشتريها، بالنسبة للناس اللي غير قادرين على شراء العلاجات مثلا؟ هو ممكن، بس دائما ما نضع ملاحظة أن الكوفيد ليس له علاج. كل ما نقوم به عبارة عن تخفيف للأعراض، تخفيف للمضاعفات بقدر الإمكان حتى لا تظهر، لكن هذا ليس علاج، والإكثار منه بشكل كبير مش شيء جيد. طيب، هي الآن فأنا ندعوك التوازن في سعاد، الصحة. الأخت سعاد، إنه يعني هل هو كوفيد 19 اللي هو الكورونا ولا لا؟ يعني أعتقد هذا. سعاد ما زالت معنا ولا راحت؟ ايوه موجوده. طيب ايوه هو اللي كنت اشتغل اعرفه يعني طيب هو الدكتور أعتقد إنه البيت وكل حاجه. سعاد عفوا، ايش انا قلتي؟ الحمى مش ضروري 100% عند المرضى، للآن أنا عاملة كل شيء في البيت، بس المشكلة الكتمة للآن 6 أيام والكتمة متواجد معها خاصة في الليل. دكتور سمعتها، ممكن يعملوا لها صورة للصدر، صورة للصدر. لأنه أوكي، ممكن يكون في التهابات، ممكن يعملوا لها صورة أشعة للصدر في عملت أشعة يشوفوا في الصدر قالوا لي تحسس بسيط. طب دكتور، هل طيب بإمكان قالوا سعاد يعني إنها ترسل صورة من الأشعة لرقم تليفون يعني الواتساب تبعك يا أستاذ دكتور؟ ممكن لرقم دليلي في معناه أخصائيين في الصدر وفي الأشعة، وفي يعني مختصين، يعني هذا السؤال بيرد عليه مختصين فيه، فممكن ترسله ويرسله، وإذا لزم أنه تعطى مضادات أو شيء مقابل هذا التغير في الأشعة بيوصفوا لها إن شاء الله. طيب، إذا يا سعاد، إحنا إن شاء الله على نهاية الحلقة أو على موقع القناة بنحط الرقم، وإذا ممكن ترسلي الصورة من الإكس راي والأشعة اللي عملتيها سعاد. تمام تمام، إن شاء الله مشافاة تمام ومعافاة يا بنتك يا سعاد. شكرا لاتصالك. إن شاء الله توفيق توفيق. إن شاء الله. طيب دكتور، الآن في موضوع طيب التبخيرة بالنسبة للي عندهم ضيق نفس أو ما يسموه الكظمة، سواء كانت كورونا أو غير كورونا، بس كورونا هي الغالب. في جهاز للتبخيرة، وفي أيضا التبخير الطبيعي العادي. هل ترى أنه يعني قد يساعد تقليل الشعور بالكظمة، بالتعب، بضيق النفس؟ يعني هذه الطرق تساعد، لكنها دائما نتذكر انه المبالغه فيها اذا كان الضيق مستمر وزياده لازم اعرض نفسي لمختص، بينما استخدام هذه الطرق مش ممنوعه، لكن ما نعتمد عليها انها هي العلاج. لا، هي الفكرة إنه إحنا بنعمل مجموعة عوامل تساعد المريض في حال إنه كل هذه صحيح العوامل ما نفعتش، ما فيش معه إلا إنه يروح مثلا المستشفى، يعني نعم، للأسف إن وجد طبعا. هي ممكن استخدامها، والاستنشاق والتبخر هذه ممكن هذه الطرق المعروفة والشعبية اللي موجودة من قبل لضيق التنفس، للكتمة اللي معروفة في مجتمعنا وتستخدم، وهذه ما حد يقول لا تستخدموها، لا لا، بس تستخدم يا دكتور، وتخفف، في لكن أجهزة متواجدة في الصيدلية اللي هو تحط عليها جهاز النبلايزر، والتبخيرة، هالتفاصيل لا هذا النبلايزر اللي فيه نبلايزر. يكون مواد وعلاجية وكذا، لا ما تفضل ما تستخدم إلا تحت إشراف طبي، لأن بعض المواد إذا كانت الحالات خفيفة، وفرصة لو تسمحوا لي أتكلم عن الخبر الأخير اللي اشتهر عن العلاج الديكساميتازول. طيب دكتور، ايش رايك نتكلم عن الدكساميثازون بس بعد نتلقى هذا الاتصال بعد اذنك؟ طيب الو، معنا اتصال، تفضل تفضل الو، اتفضل. من معي عفوا، من اي منطقه؟ من عمران، عبد الفتاح القاضي من عمران. تفضل يا عبد الفتاح. من عبد الفتاح، السلام تفضل عليكم. دكتور اسمعك. السلام عليكم. وعليكم وعليك السلام السلام، ورحمة معك الله عبد وبركاته. الفتاح القاضي من مناطق عمران. دكتور يسمعك، تفضل.
الان نسلم على الدكتور عبد اللطيف وهو دكتورنا وحبيبنا. السلام ورحمة الله. طب معك سؤال يا عبد الفتاح؟ ايوه للدكتور عبد اللطيف. تفضل تفضل. ها دكتورنا، معك عبد الفتاح القاضي من عمران. عرفتك من البداية عبد الفتاح، تفضل. حياك الله دكتورنا. الشيء مثلا تشرح لنا مثلا الوضع الحالي الان في اليمن من دخول الفيروس الى مرحله الان، يعني المراحل اللي بيمرها الان في اليمن، لانه بيمر مراحل. ايوه ترصد في عمران. طيب حياك الله. تفضل دكتور تفضل. طيب والله انت سالتني عن سؤال. احنا نتمنى نعرف منكم اكثر، لاننا الان في خارج اليمن من فتره. اللي يصلنا هي من الحالات عند الناس، الاعراض اللي تمر عند الناس، الوفيات اللي عند الاطباء، لكن لا توجد اعلانات رسميه بتوزيع الحالات لكي نعمل تقييم وبائي كما احنا متعودين، احنا وياكم يا اخي وحبيبي عبد الفتاح. لكن من المعطيات اللي نشوفها فان المرض الان عندنا صار متفشي بشكل كبير، ودخلنا في مرحله التفشي او التفشي المجتمعي، وان كان البعض يقول ان الارقام قليله ولا ترقى الى ذلك، لكن انا متاكد ان الواقع عندنا وصلنا الى مرحله التفشي المجتمعي. نحتاج كثير من وعي الناس، هو الرهان الاكبر الذي بايدينا انه يقل يعني اللقاءات ويتحفز التباعد الاجتماعي. هذا الكلام العادي العام الذي نكرره ليل ونهار، لكن صراحه هو مهم. يعني لو ما هو مهم ما بنجلس نتكلم الصبح والعشي في كل وقت انه تباعدوا، السلام تحيه، المحبه في القلوب، الاجتماعات اللي ما لها داعي، الخروج للعمل هو شيء ضروري. اذا ما عندك شيء ضروري لا تخرج، لكن اذا عندك شيء ضروري اخرج، البس كمامه وغطي يعني وتباعد، بحيث ان انت تقلل نسبه انتشار هذا الفيروس، لانه نظامنا الصحي خلاص يعني الان الى اليوم 61 طبيب وكادر صحي توفوا. هذا اللي يعني جمعنا بياناتهم سواء من النقابه ولا من الاعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا عدد كبير جدا على 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 نسبه الاطباء الموجودين داخل اليمن. هذا يدل انه احنا وضعنا صراحه وضع يحتاج ان احنا نهتم. صحيح. صحيح دكتور. يعني عبد الفتاح باقي سؤال ولا خلاص هكذا؟ عبد الفتاح راح اذا. طيب هو حب يوجه تحيه للدكتور ايضا. يعني والدكتور تكلم عن الوضع الصحي في اليمن، للاسف موضوع ذو شجون يعني. طيب دكتور، قبل ما نستقبل مكالمه عبد الفتاح كنت حاب تكلمنا عن العلاج الجديد ديكساميثازون، تفضل دكتور. نعم، هو بس انه عبد الفتاح هذا احد منسقي الترصد الوبائي في عمران. انا كنت مدير الترصد ودربت هناك وعملت فتره طويله من عمري. جميل جميل جميل. هذا من مناضلي الان الخط الاول في 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 اكتشاف وتحري الحالات. يعطيها العافيه وتحيه له ولكل العاملين في الميدان في اليمن، في الميدان الصحي، الجيش الابيض، تحيه لهم. وفعلا يعني ذكرت انت رقم يعني مخيف ايضا، هو ليس الرقم قد يكون الرسمي، 61 طبيب ومن الطاقم الصحي اللي توفوا يعني. فنتمنى من الناس من المجتمع ان يعني يقدروا هذه التضحيات ايضا. بالنسبه للدكساميثازون هو اساسا ليس علاج جديد وليس اكتشاف، لكن عبركم احنا نرجو من اخواننا في الاعلام التعاطي مع هذه الاخبار نوعا ما مش بالاسلوب الاعلامي العام. احنا نعرف في الاسلوب الاعلامي العام يعمل الخبر الجذاب والكذا الى اخره، وهذا صح. يعني شيء معروف مهنيا ويقدر كذا، لكن بالنسبه للتعامل مع هذه الادويه انه الجهه التي اصدرت الدراسه والبيان اللي اصدرته منظمه الصحه العالميه يتحدث بدقه ان هذه الحالات التي هي في العنايه الحرجه والتي هي في حاجه شديده للاكسجين في المستشفيات، يعني واصل المرحلة ممكن تدخل العناية المركزة، هذه الحالات وجدوا أنه نفع فيها استخدام الدكساميثازون،
والدكساميتازون يستخدم فيها من قبل أصلا وخضع للدراسة. وهذه النتائج أيضا ذكروا أنها نتائج أولية. وأيضا في ملاحظة في الدراسة أنه لا زلنا ننتظر تفاصيل النتائج حتى نعرف هل فعلا هذا التأثير هو تأثير الدكساميتازون وحده ولا تأثير كل المجموعات الأدوية اللي معه. يعني هو غالبا أكيد يعني الباحثين ما يذكروا إلا وقد ناقشوها، بس إحنا كمهتمين وأيضا كثير من الأشخاص منتظر هذه التفاصيل حتى نكون إيش مطمئنين أن نقول أنه يستخدم في هذه الفئة. أما استخدام الدكساميتازون في الفئات البسيطة، الحالات البسيطة والمتوسطة، قد تكون آثاره عكسية، لأنه يؤدي إلى يعني نوعا ما أثر عكسي في صحيح التنفس، صحيح يعني دكتور. زي انت ذكرت التطبيق بدل ما كمان، يعني يتعشى عشان الناس. اساعدك في هذا النقطه يا دكتور لو سمحت لي، انه انت قلت انه علاج الهيدروكلورين اللي اشتهر طبعا، انت تكلمت انه الناس مثلا بتروح، وهو علاج الملاريا اصلا، ان الناس بتروح تطلبه من الصيدليات ما بتحصلوش، لان الناس اصبحوا يخزنوا، بينما المريض الملاريا اللي بيحتاجه ما بيحصلوش. نعم، وهذا بيدخل نفس القصة. بس أيضا صح، يعني هو والهيدروكلو اسمه للحالات البسيطة والخفيفة اللي ما هيش تحت عناية ما يستخدموه، لأنه أضرارهم أكثر من نفعهم. يعني استخدامه هو مضر للناس، ومن خلال يعني أكرر الرسالة عبركم أنه هذه الأدوية لا تستخدم إلا في إطار المستشفى، في إطار أنه اللي بيعطيها العلاج طبيب أو في مستشفى بيتابعوا علاماتها الحيوية الأخرى وتعرضه للخطر وينقذه قبل ما يتعرض لهذا الخطر. صحيح. وعموما وسائل الاعلام كثيره يا دكتور نقلت بانه علاج الدكساميثازون لا يستخدم الا داخل العنايه المركزه. أنا أتفق معك، بس أنا كان بعض أنا ما أتكلمش عن الكل، بس أول ما خرجوا العلاج الكذا صحيح، العنوان اتفق يجي معك، جاذب، صحيح. وبعدين يذكروا التفاصيل داخل. احنا نشتي معالجة الاخبار، هذا النوع من الاخبار، من العنوان، لان كثير من الناس بيسمع العنوان وينطبع في ذهنه وما 100% عاد بالمئة يركز صح، ايش باقي الخبر. كلامك مئة فهذه بالمئة صح دكتور. نعم هذا اللي حاصل، لأنه أنا أيضا طلعت على بعض المواقع نفس الشيء، أنه علاج جديد ينهي موضوع الكورونا، يعني أنه مش كل وسائل الإعلام بتتعامل بمسؤولية في هذا الموضوع. طيب دكتور، تسمح لي أنقل لك بعض الأسئلة اللي وردتنا عبر الفيسبوك؟ تفضل. طيب، عبد الكريم علي الشقري بيقول عندي ابني عمره 16 سنة، حرارته مرتفعة منذ يومين، وآلام في المفاصل ووجع في الرأس. هذا هو السؤال. ممكن تعيد الأعراض؟ طيب، عبد الكريم يقول إنه ابنه عمره 16 سنة، حرارته مرتفعة من يومين، طبعا الرسالة وصلتنا من أول ما نزل البرومو، يعني صار له 4 أيام يمكن، وعنده آلام في المفاصل ووجع في الرأس. هو إذا في منطقة قد الوباء مثبت فيها فإحنا بنعامله على أساس اشتباه، لكن في بعض المناطق الأخرى اللي فيها انتشار لفيروسات أخرى مثل الضناك مثل المكرفس أيضا تحتاج أنه يعمل تشخيص تفريقي في هذا الاتجاه. لذلك من الصعب أنه أقيم فقط حاليا بالأعراض، لازم يكون معها بعض العلامات. هل عنده مثلا احمرار في مناطق الجلد او في نقط حمراء؟ هل لا يوجد؟ مدى قدرته على تحريك المفاصل من عدمها، هذه اذا شكينا بالمكرفس. وبالنسبه للكورونا ممكن تظهر فيها هذه الاعراض، اذا كانت المنطقه اصلا فيها حالات كورونا فيعامل على اساس انه حاله كورونا ويعمل لها ايش العزل، الراحه، التغذيه، البرامول كما ذكرنا، الا اذا ظهرت يعني احتمالات أعراض أخرى. إصابات رئوية تم ممكن يستخدم مضادات حيوية بعد العودة إلى أو طبيب. الاستشارة الهاتفية. تمام دكتور. في سؤال آخر من الأخت هالة، تقول ابني عنده تيفود دائما كل شهر يعود له، أريد أن أسأل لأنه في دكتور قال لي اعملي له فحص زراعي، براز زراعي، من أجل أن يعطيه علاج نهائي للتيفود. ما ردك يا دكتور؟ نعم، التيفود نعم. أول شيء لابد أن نعرف أن التيفود عندنا يشخص بفحص اسمه الويدل تيست في أغلب الأحيان، وهو الفحص هذا غير مميز لاكتشاف حالات التيفويد.
الأفضل أن يعمل فحص زراعي للدم للتأكد من وجود أنه هذا هو المرض أو لا، زراعي للدم لأنه مش للبراز مثل ما ذكرت الأخت هالة. يعني ممكن للبراز إذا كان في لسه في المرحلة الأولى النشطة، يعني أنا ما دخلت في تفاصيل الحالة، إذا كان عادوا في بداية الإصابة وبداية الأعراض وبداية التشخيص ممكن يعمل مزرعة للبراز. يعني هذا تقييم الطبيب اللي بيعالجه واخذ تاريخ المرض لي بالتفصيل. لكن للحالات المزمنة البعيدة بناخذ فحوصات في الدم، بالأخص قياس التوكسين حق البكتيريا المسببة، تمام. لأنه بعد فترة هي تختفي من البراز أشهر بعد ما تذكر طب بالضبط إذا شهر إلى ثلاث. يفضل إنه فحص زراعي للدم. تمام. لا إذا طيب ما دام نصح الطبيب بالبراز معناته إنه مقدر الوقت فتبدأ مقدر. أوكي. تمام. إذا إحنا نطلب من الأخت إنها تخلص الفحوصات، وبعدين إذا حابة تتواصل بالأرقام اللي إحنا ممكن حنوفرها تتواصل. يكون إن شاء الله. هي الفكرة إنه كل ما يكون في نتائج فحوصات الدكتور بيكون عنده قدرة إنه ينصح أكثر. لكن في حال إنه، وهذا كان في نقاش بيني وبين الدكتور قبل الحلقة، إنه لما يكون أنا ما عنديش فحوصات، ما عنديش أشياء أقدر أقرر فيها نوع الحالة أو ما هو التدخل المطلوب، يعني بيكون في شوية صعوبة. لكن كل ما كانت الأسئلة مصحوبة بشوية معلومات، إنه أنا عملت فحص طلع في الفحص كذا، يعني بيكون إمكانية المساعدة بتكون أكثر، وإحنا نتقبل كل الأسئلة طبعاً. وهذه النقطة المهمة، يعني أنا مثلا بكون أخضع القضية للتقدير الأظن، أنه صحيح. أغلب الظن أنه هذا المرض، يعني ما بيكونش طيب مقترب كثير من التأكيد. فإحنا دكتور، إذا إحنا اضطرينا أن لأن إحنا الوقت نقوم ضيق بجراءة جداً، هذه الأسئلة معلش سامحني فبالتالي دكتور، لأن الوقت ضيق جداً، باقي لنا بس دقيقة واحدة ومعنا آخر اتصال. نستقبل بعد إذنك اتصال. ألو؟ ألو؟ ألو، من معي؟ هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي عفوا؟ هلا، سعاد علي من صنعاء. من صنعاء، تفضلي يا سعاد. يا دكتور، أنا أحس وجع الصدر وحرق بحلقي، وجع بالصدر وحرق في صدري، ضيق التنفس. قطع الاتصال يا دكتور. تفضل طيب دكتور، جاوب. هذه في هذه الحالة احنا بننصح بالنصائح العامة اللي ذكرتها سابقا، ما بعيدهاش كثير، اللي هي الراحة، سوائل، الاستلقاء على الباطن، إذا عندهم قدرة يعملوا أشعة ويشوفوا كيف الوضع بالنسبة للصدر بسبب الضيق، لكن إذا حسنهم قضية الاستلقاء على الباطن وموضوع التبخير زي ما قلتوا أنهى هذه المشكلة فالحمد لله وكان بها، ما لم يعملوا أشعة ويتابعوا نتيجتها. الدكتور، أنا طبعا أشكرك، وعارفة أنه في هذه الدقائق ما حنعرفش نلم بكل هذه المشاكل، لكن أتمنى نكون إحنا ساعدنا الناس ولو بالشيء البسيط. لكن أنا إذا يعني ممكن أختصر جملة ما نصح الدكتور للناس حتى تعم الفائدة. الاشتباه بكورونا في ظل حالة الحمى المصحوبة بالسعال، المصحوبة أيضا بنوع من الضيق في النفس، هذه لا بأس إن إحنا نشتبه في كورونا، ما هيش مشكلة إن إحنا نشتبه عشان إحنا أيضا نتعامل على مستوى المرض. استخدام المهدئات فقط، البنادول، البرامول، حبتين أو حبة حسب عمر وجسم المريض، 4 مرات في اليوم، زائدا الكمادات بتعمل مفعول جيد. ايضا تكلم الدكتور عن وضعيه، وهذه انا عن نفسي افادتني كثير اول مره اسمعها، انه وضعيه الاستلقاء على البطن بتفيد في الحالات البسيطه في ضيق التنفس، انه التغذيه الجيده مهمه، السوائل مهمه كثير. ان شاء الله كل هذه الامور مجتمعه يعني الانسان بيعدي فيها حاله الكورونا، الا في حاله انه يكون ضيق التنفس أصعب وفي التهاب مصاحب يحتاج إلى مضاد حيوي، فهذه محتاجة إلى مضاد حيوي، والمضاد الحيوي يجب أن يكون بإشراف طبيب، وهذا شيء مهم. أنا
أنا أشكر الدكتور مرة أخرى، وإن شاء الله بإذن تعالى نلقاكم في الأسبوع المقبل. أيضاً حنتكلم عن موضوع الحميات لأنه موضوع كبير، وحنستقبل أسئلتكم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضاً على الأرقام اللي حتكون مصحوبة معنا في على الشاشة. إلى ذلك الحين كونوا بخير، وأيضاً نتعامل إن شاء الله على قدر المسؤولية بدون هلع. إلى ذلك الوقت أكرر شكري لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.